مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من في الواجهه. في الواجهه لهذه الامسيه مشاهدينا ستكون القاره الافريقيه في حدثين اساسيين. الحدث الاول يتعلق بالقمه الافريقيه المنتظره بعد ايام قليله، سيكون على جدول اعمالها عضوية المراقب الذي حاولت بعض الأطراف داخل القارة السمراء أن تعطيها لدولة الكيان الاحتلال الإسرائيلي، الكيان الصهيوني. طبعا الجزائر حذرت من هذه الخطوة وعبرت مرارا وتكرارا عن المفاعيل السلبية لمثل هذا القرار ولإعطاء هذا الكيان المحتل والعنصري والإرهابي الذي يرتكب حاليا جرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد عديد الشعوب، وهو أيضا ناصر الأنظمة القمعية والأنظمة العنصرية في القارة السمراء. لا ننسى كيف كانت العلاقة وطيدة بين نظام الأبرتايد في جنوب إفريقيا ونظام الأبرتايد الصهيوني في فلسطين المحتلة. طبعا جنوب إفريقيا والجزائر هما البلدان ربما الأكثر تشديدا على خطورة هذه الخطوة، لكن للأسف أطراف تطبيعية في القارة السمراء وعلى رأسها نظام المخزن المغربي كانوا من بين الأصوات التي حاولت وتحاول حاليا أن تفرض هذا الكيان المحتل كعضو مراقب في القارة الإفريقية وفي الاتحاد الإفريقي. صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية عبرت في مقال لها عن ما وصفته بالمخاوف من حملة ضغط تمارسها الجزائر مع جنوب إفريقيا لوأد هذه الخطوة ولإفشال مشروع إعطاء عضوية لإسرائيل في الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب. هذا الموضوع الأول. موضوعنا الثاني إن شاء الله في القارة الإفريقية دائما وعلى القرب من حدود الجزائر، تطورات ملفتة وتطورات يمكن أن نقول أنها فاجأت الكثير من الأطراف. حكومة مالي أو سلطة دولة مالي تطرد السفير الفرنسي. طبعا وزير الخارجية المالي أدلى تصريحات صباح هذا اليوم حاول من خلالها أن يخفف من هذه الخطوة، لكنه أصر وتمسك بالقرار بأن السفير الفرنسي في باماكو غير مرغوب فيه. هو لم يقل غير مرغوب فيه، ولكن السلطات طالبته بالمغادرة، هذا هو التوصيف الصحيح الذي حاول وزير خارجية مالي صباح هذا اليوم أن يحدده. لكن في النهاية تبقى هذه التطورات كبيرة عقب إعلان باريس أنها ستسحب قواتها من مالي، وحديث عن نفوذ روسي سيحل محل النفوذ الفرنسي. سنحاول أن نطرح أسئلة حول هذه التطورات. هل رئة النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية في دول إفريقيا يعني جنوب الصحراء بدأ في الزوال وبدأ في الاندثار مع مرور الزمن؟ طبعا أسعد بأن نناقش هذه المواضيع رفقة كل من الدكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر الحاضر معي هنا في الأستوديو. أهلا بك دكتور. أهلا، مساء الخير، شكرا إليك ولا كل طاقم عمل معك وبطبيعة الحال ضيوفك ومتتبعي قناة البلاد. أهلا، ومن هنا من الأستوديو إلى تقريبا أقصى غرب الكرة الأرضية إلى البروفيسور حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا. مساء الخير هنا، صباح الخير هناك، أهلا بك بروفيسور. مساء الخير وصباح الخير وتحياتي للدكتور زلغامي، شرف كبير أن أكون معه ومع ضيوفك في هذه القناة. أهلا، ومعنا أيضا من باريس الدكتور إسماعيل خلف الله أستاذ القانون الدولي، أهلا بك دكتور خلف الله. تحية لك أستاذ علي وللسادة المشاهدين ولضيوفك دكتور زغلامي ودكتور صالحي، ونحييكم جميعا. أهلا. إذن دكتور زغلامي لو أبدأ معك، خطوة الاتحاد الإفريقي وبعض الأطراف فيه حتى نكون أكثر دقة بإعطاء العضوية، عضوية المراقب للكيان الصهيوني، معليش هذه الخطوة مرت عليها شهور، لكن الآن ما دام أنه الموضوع هو قضية إصدار الحكم النهائي إن صح التعبير في هذه القمة الإفريقية، لنعود إليه. يطرح المواطن ربما الجزائري البسيط يقول وش جاب الكيان الصهيوني للاتحاد الإفريقي؟ ما هي المصالح التي يبحث عنها؟ وما هو هدفه بالضبط؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة مرة أخرى، تحية إليك ولا كل متتبعي قناة البلاد. نظن القرار الذي اتخذه رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فاكي مهامات وهو تشادي في نوفمبر الماضي
يعني دون استشارة ولو من حقه يعني أن يقوم بذلك، أثار النصيب من التحفظ والغضب، وخاصة من الدول التي لم تهضم لم تقبل هذا الأمر، لأنه تم بطريقة ربما ارتجالية ودون استشارة الدول المساهمة في الاتحاد الإفريقي على شكل الجزائر، على شكل نيجيريا، ولا شكل جنوب إفريقيا. فبديهي أن في نهاية المطاف يكون فيها تكون فيها قمة يوم 5 و6 فبراير الحالي، ويكون من بين جدولة الجدول هذه هذا الاجتماع الأشغال هذه يكون فيها قضية قبول من عدمه لعضوية يعني اعتماد الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي. فبطبيعة الحال العملية ستخضع إلى عملية انتخاب، وبطبيعة الحال إذا تمكن الكيان من حصول على ثلثي الناخب يعني الاعضاء، فبديهي انه سيتم اعتماده. على اضافه الى هناك، الى حد الان الاتحاد الافريقي بحوزته حوالي 90 يعني متعامل دولي بما فيها الاتحاد الاوروبي وغيرها. يعني ربما دكتور زغلامي، نعم، موجه التطبيع هذه التي نشهدها ربما حتى من بين الدول العربيه، المفروض انها الاكثر حرصا على ان نبتعد وننأى بانفسنا عن هذا الكيان وعن ادخاله في هذه المؤسسه القاريه، هي خلينا نروح لها بالضبط، يعني المخزن المغربي، ربما السلطات في السودان، تشاد ايضا، خلينا من الدول الاخرى التي طبعت منذ زمان. ماذا وقع في كما تفضلت في قضيه التطبيع اللي وقع مؤخرا مع الدول العربيه ومنها بطبيعه الحال المغرب، ما يسمى باتفاقيات ابراهام، وهذا الاتفاق جاء اتفاقيات كانت عباره على مقايضه. مثلا على سبيل المثال في قضيه المخزن، قال انا اعترف بالكيان الصهيوني بشرط ان الولايات المتحده تعترف بمغربيه الصحراء، هذا ما وقع. اضافه الى في ملف السودان، السودان يعني ربط علاقته او يعني قام بانشاء علاقات مع الكيان الصهيوني بالمقابل ازاحه اسم السودان من قائمه الدول الارهاب، يعني المؤيده للارهاب، شأنها شأن الدول العربية. لكن هناك تغيرات في الأفق على الساحة الجيوسياسية. هنا ربما المفارقة، دولة الإرهاب هي من تمسح الدول من قوائم الإرهاب، يعني في هذا النظام الدولي ظن هناك معايير جديدة، وهذه هي، لا تنسى أننا نتكلم في عهدة دونالد ترامب، ولو أن حاليا بعد عام من تواجده على مستوى البيت الأبيض، جو بايدن لم يقم عمليا على الأقل يعني تغيير، أو على الأقل يعني ببساطة إزالة هذا الاتفاق. الاتفاق ما زال قائم، بالعكس الآن اليوم أو منذ يومين استقبل عدد من مسؤولين من منطقة الشرق الأوسط والخليج. صحيح. ربما خلينا نروح للدكتور حمود صالحي في كاليفورنيا. دكتور حمود صالحي، إذن السؤال يطرح اليوم، شهدنا تقارير إعلامية صهيونية طبعا هي تعبر بأشكال مختلفة عن رأي المؤسسات الحاكمة هناك في دولة الاحتلال، فيها تذمر كبير وضيق كبير، خصوصا هنا التقرير الذي نقلته صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية عن الدور الجزائري رفقة جنوب إفريقيا في محاولة لوعد هذا المشروع أن تكون دولة إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي. أولا يجب أن نلاحظ أن قرار قبول عضوية إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي كان قرار بحكم إجراءات داخلية للمفوضية التي تسمح للرئيس بأن يتخذ مثل هذه القرارات. هناك عدة عوامل تؤخذ عندما يقوم المفوض باستعمال هذه الصلاحية. ما ذكره ما قدمه كذريعة لهذه العضوية ليس مقبول وغير منطقي. أولا فيما يخص مقال الدكتور زلغامي أن قرار كان انفرادي لم يشاور فيه أعضاء الدولة، لكن فيه القرار الآخر الأهم أو العامل الآخر الذي مهم جدا، هناك خلط ما بين الدور الإسرائيلي
في المعاملات التجارية والتبادل التجاري مع دول أفريقية. وما قاله رئيس المفوضية أن هناك أغلبية تعترف بإسرائيل، وهذا غلط، لأنه هذا ما هو يخيف الوسائل الإعلامية التي ذكرتها. اليوم هناك حوالي 11 دولة تعترف بإسرائيل أو لها علاقات اقتصاد علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. إدخال للقبول كعضوية حسب الإجراءات والتي ربما هذا هو المنفذ الذي تريده الجزائر، إذا أمكن الذي ترفضه الجزائر، قبول العضوية في الأمم المتحدة لعضو مراقب هي بالأغلبية بمعنى 51%. سحب العضوية وهذا ما تقوم به وتريد إسرائيل أن تطالب به يستحق ثلثين من الأعضاء من أعضاء 54 في دول في أفريقيا. بمعنى آخر أن إسرائيل اليوم تعرف جيدا مثل ما حصل في 2003 عندما قوبلت إسرائيل كعضو في مراقب سابقا في 2000 عندما أنشأ الاتحاد الأفريقي، تجد نفسها في هذا المأزق، لا تملك الرأسمال الدبلوماسي لو ذهبت نحو الإجراءات القانونية وقرارات الاتحاد لكن الأفريقي. لكن للأسف بروفيسور صالحي، لكن للأسف هذا لا تستطيع ربما من حيث يعني الجانب الذي تحدثت عنه، لكن للأسف موجة التطبيع تمكنها باستمرار، موجة التطبيع جعلتها تتجاوز كل هذه العقبات. وربما هنا لا أتحدث بسخرية، ممكن جدا أنه دولة الاحتلال أن تعطى لها صفة مراقب حتى في جماعة الدول العربية، لما لا في ظل هذا الجو العربي البائس. وهذا هو الخطاب أو الرسالة الإعلامية التي أصبحت متداولة في منطقتنا العربية، بحيث أن هناك الحديث على التطبيع أكثر عن الحديث على ما يجرى من اتصالات وتبادل تجاري بين الدول العربية. مثلا اليوم أعطيك مثال واضح، العلاقات الإماراتية الإيرانية في أعزها، مثلا الزبون الإمارات تملك استثمارات في إيران كأكبر دولة، لكن اليوم عندما تسمع الحديث والخطاب السياسي يهتم بذلك المجال. ماذا أقوله؟ هو أن الاهتمام وإعطاء الفرصة والتركيز دائما على أن هذا التطبيع أمر واقعي وكل الدول تملك، هذا غلط، لأنه يزيد إلى فكرة أن إسرائيل موجودة وباقية هناك أردنا أم رفضنا. في الواقع أن هناك علاقات متبادلة، والدور الإسرائيلي في إفريقيا هو ليس دور مسالم أو يخدم القضايا الإفريقية. الإسرائيليين فهموا في منتصف التسعينات أن علاقتهم ووجودهم الدولي مرتبط بإفريقيا، كما أيضا في نهاية التسعينات تحت عهد نتنياهو وشيمون باريس في ذلك الوقت بدأوا التفكير في مد علاقاتهم مع الاتحاد مع أوروبا وليس مع العالم العربي، لسبب أنهم كانوا يعتبرون أن العرب وما زالوا يعتبرون لا يملكون الكفاءة التي يملكها الإسرائيليين. فاليوم في التغيرات التي نراها في التطبيع هي مجرد مؤامرة، نعم، لاستغلال ثروات هذه المنطقة، والكلام كثير على هذا الدور الإسرائيلي الهدام، نعم، وليس وهذا تفضل أستاذ نعم. نعم سنعود ربما إلى هذه النقاط وهي نقاط مهمة جدا بروفيسور حمود صالح، لكن خلينا ننتقل إلى الدكتور إسماعيل خلف الله، يعني كأستاذ للقانون الدولي. أستاذ خلف الله، عضو مراقب، حدود هذا، صلاحيات هذا الدور أو امتيازات هذا الدور أو ما يمكن أن يلعب في إطار هذا الدور دكتور خلف الله؟ أستاذ علي، أنا أريد أن أشير إلى نقطة، أن قضية هذا الأجندة الانهزامية التي يسوق لها الإعلام الذي يخدم هذه العملية الصهيونة وصهيونة المنطقة هو من يسوق لهذه الانهزامية. الآن القول بأن هذه الموجة، موجة التطبيع، هي ضمنيا سوف تدفع بقبول هذا العضو، هذا الكيان كعضو مراقب داخل الهيئة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي، على أعتقد هذا القضية. لو كان
رئيس المفوضيه يملك هذه الاوراق، ما كان يتخذ. لكن للاسف دكتور خلف الله يكون له ان نعم دكتور اتفهم ربما لما تقول لي انهزاميه، لكن لما نلاحظوا مثلا خلينا نشوفوا قضيه هذا عضويه الكيان الصهيوني في كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي، نشوفوا مثلا شكون هي الدول العربيه التي هي تناهض؟ الجزائر فقط، كما قال محمود درويش كم كنت وحدك يا ابن امي، راه الجزائر فقط مع جنوب افريقيا. لا شوف يا استاذ الان، لو كان رئيس المفوضيه يملك هذه الاوراق لدخل لعرض القضيه على الاستشاره والانتخاب ويخرج قرار بالاغلبيه وكذا وخلاص. لماذا يدير هذا القرار الذي خالف الاجراءات وانتهك كل الاجراءات القانونيه الصحيحه؟ الان لما نرى الان هذه المذكره التي رفعت امضاها دول متطبعه مثل مصر. مصر دولة متطبعة منذ القرن اللي فات. الآن القضية ليست في أن هذا ما يسوق له، لكن مصر طبعا مصر هنا هي مع الموقف الجزائري قريبة، خلينا نقول قريبة من الموقف الجزائري إذا الرفض. لكن يجي نطبق نظرية أنه من طبع فلو سوف يعطي صوته لهذا المقعد وسوف تكون له كلمة، هذه لا تصح. هذه بالعكس، هذه تغذي وتبعث انهزامية في الأعضاء الذين سوف يتصدون في نهار يوم الانتخابات. لكن ربما دكتور خلف الله خلينا مثلا نقسم المطبعين الى مطبعين زمان ومطبعين هذه الفترة الحالية. يبدو ان المطبعين الجدد اكثر عشقا وغراما وهياما بالكيان الصهيوني من القديم. ربما الأردن ومصر لا يقارن تطبيعهما مع هذا التطبيع الجديد الذي شفناه اليوم في المخزن وغيره. هذا التطبيع شوف رانا نشوفوا نديروا ان بيلون نتاع عام من التطبيع للنظام المغربي اليوم كيطبع، ورا النتائج اللي تحصل عليها. درك نواجه النظام الان، الشارع المغربي يحاسب سلطته ويحاسب هذا النظام. ماذا حصل المواطن المغربي من جراء هذا التطبيع؟ وراهي قضيه الصحراء الغربيه اللي ادرجت والتي تم طيها وخلاص. هاي الان هو المبعوث الاممي تم بعثه. هذه نقطة من نقاط هذه الاعترافات وهذا الكلام اللي كانوا يقولوا فيه وكل تم سحبه، وأصبحت كل الأنظمة بما فيها النظام، نظام الكيان الصهيوني، يصرح ويقول باللي أن هذه القضية ما نقدرش، هذه قضية أممية وكذا وكذا، وتعرض على 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 الهيئة الأممية. إذا فأعتقد أن هرولة التطبيع لا يعني أن هناك خلاص، أن الكيان الإسرائيلي أصبح له نفوذ داخل الهياكل الإفريقية وبما فيهم هذا الاتحاد. وبالتالي كيف تتصور أن تكون النقاشات يوم 5 و6 بعد أيام قليلة دكتور خلف الله؟ في اعتقادي أن اليوم أن هؤلاء الذين استطاعوا وعلى رأسهم الجزائر، هذه الدبلوماسية التي كان لها القوة، لو كانت يعني تؤمن بأن هذه الانهزامية ما كانت الجزائر تذهب تدير هذه المذكرة. هاي المذكرة تم وضعها وقوبلت وتم إدراج هذه القضية وسحب هذا القرار، تم تعليقه، وسيكون الورقة رقم 1 على جدول أعمال القمة تاع 5 فبراير هذا هي هذه القضية. إذن هذه المذكرة التي تم قبولها سوف يتم حتى يعني هذا قضية تمرير وقضية إعطاء منح هذا المقعد، مقعد الملاحظ للكيان الإسرائيلي، أنا لا أعتقد أنها سوف تمر بسهولة وببساطة. وحتى ومر حنا نشوف رأي الدكتور زغلامي. أستاذ خلف الله وش رأيك؟ حقيقة القضية هي أن أولا يتحمل أخلاقيا وسياسيا واستراتيجيا مسؤولية أي اعتماد أو موافقة على اعتماد كيان الصهيوني كطبيعة الحال طرف، هو طبيعة الحال المسؤول الحال الرئيس الحالي المفوض وهو موسى فاكي مهامات تشادي، هو اللي يتحمل أخلاقيا، لأن كان فيها أيضا أن المخزن المغربي أيضا بغض النظر على الأطراف التي كانت وراءت هذا. شفنا يا إير لابيد لما جاء إلى المغرب إلى المخزن وكان يتحدث، وكان حديث
يعني ما يصفه بالمخاوف من الجزائر، وايضا في حديث انه دور اكبر للكيان في القاره الافريقيه. شوف الاخ علي، انا شخصيا كاستاذ احمل رئيس المفوضيه الافريقيه الحالي التشادي محمد مهامات فاكي محمد مهامات من المسؤوليه الاخلاقيه في هذا القرار. لماذا؟ لان كان فيها محاولتين سابقتين 2013 و2016 وتم رفضهما. الاسباب التي تم على اساسها رفضهما هم الاسباب، لم يتغير تتغير هذه الاسباب، وهي ماذا؟ هي ان الاتحاد الافريقي يساند القضيه الفلسطينيه، وان اسرائيل ما زالت تواصل احتلالها لفلسطين، وان الامور لم تتغير بتاتا. الان الدوله الفلسطينيه تعيش تحت الابارتايد اليهودي، الابارتايد. ماذا وقع؟ ما تم ما لكن هذا ربما دكتور زغلامي يجي تقول لك دول اخرى، مثلا خلينا انغولا، اوغندا، زيمبابوي، هذه الدول يقول لك اذا كنتم انتم العرب، شفنا عرب افريقيا راهم يطبعوا، علاش تحاسبونا؟ اسمح لي، كاين نقطتين اساسيتين. كاين العلاقات الثنائيه بين الدول، هذه شأن داخلي بين الدول، وكان العلاقات التي من خلال الاتحاد الإفريقي. الاتحاد الإفريقي كمنظمة طبيعة حال قارية هي يهمها، لديها ستاتيو نتاعها كما يقولوا، ولديها القيم نتاعها، ولديها القيم نتاعها، وهذه قيمها هي احترام مبدأ الدولتين الذي لم يحدث إلى حد الآن. هل الان كيان الصهيوني اعترف بوجود دوله فلسطين وعاصمه القدس الشرقي؟ هذا لم يكن. اذا ما دام الامور لم تتغير، فلماذا رئيس المفوضيه يخلع او يركض وراء الاعتراف واعتماد هذا؟ اذا هناك خبايا. انا لا استبعد ان هناك اقول صفقه بينه وبين الامور الاخرى، لكن خليني نزيد نوضح امر مهم جدا. الامر الذي اوضحه هو ان الذي يقول بان هناك 30 او 40 دوله افريقيه تتعامل مع اسرائيل، هذا امر اقتصادي بحت موجود في جميع الدول. لكن الملف الآن الاتحاد الإفريقي بحكم أن هذا الاتحاد الإفريقي هو المنظمة المهيمنة الممثلة والتي تتناقش وتتفاوض مع الكيانات الأخرى في العالم، وإحنا نرتقب من خلال الاتحاد الإفريقي أن يكون له تأثير في العلاقات الدولية، ومن خلاله أفريقيا، وخاصة لما نتكلم على أجندة 2063. يا صديقي العزيز، هناك طموحات كبيرة، طموحات أمنية، طموحات اقتصادية، وفي نفس الوقت الوزن الإفريقي سيؤثر. لماذا الآن الاتحاد الإفريقي يتعامل مع 90، يعني لديها 90 منظمة معتمدة؟ نعم. دليل على أن أهمية القارة. ثم النقطة اللي حبيت نضيفها هو أن هناك، يعني إذا تم حقيقة اعتماد الكيان، فنرتقب انقسام إفريقيا إلى معسكرين، معسكر مناهض للاستعمار والتطبيع، ومناهض عفوا تترأسه الجزائر في قضية طبيعة الحال تصفية الاستعمار الجديد. دكتور حمود صالحي، ربما موقف هذا مصطفى فقي، هل تعتقد أنه موقف يعبر عنه كشخص، أم أنه هو نتيجة أو هو واجهة للوبي إفريقي يكون من دول إفريقية عربية وغير عربية مع إعطاء هذه العضوية؟ يعني في النهاية ما دام شفنا الجرأة هذه تاعه وطريقة طرحه للموضوع، وهذا سر هذه المنظمات الجهوية والمزايا أو الغنائم التي تأتي برئاسة اللجان والاشتراك والمشاركة في اللجان الإفريقية وكل المنظمات الجهوية بما فيها الجامعة العربية. الآن الرئيس يملك صلاحيات، وصل إلى هذا المنصب بعد اللوبيات ومساندة من تعرف اللوبي الإسرائيلي، ودول تخدم مصالحها الخاصة أكثر من الاتحاد الإفريقي. المشكلة الأساسية هنا، وهذا يعد أيضا داخل الإجراءات القانونية للاتحاد الإفريقي، وهي من يملك حق قبول عضوية المراقب في المنظمة. القانون الإجرائي أو الداخلي يسمح للرئيس
بأن يعمل ذلك، لكن هناك شروط يجب التطرق إليها وتكون ذلك بإعادة النظر في هذه العضوية، وأعتقد هذا ما تريده الجزائر في هذا المجال. الجانب الثاني والطرح الذي يوجد الآن على الطاولة، أصحاب الذين مثل المغرب والدول التي تساند عضوية إسرائيل تقول للجزائر وجنوب أفريقيا ودول أخرى و17 دولة أيضا كانت وضعت مذكرة ضد العضوية، ممكن لها أن تقوم بإجراءاتها القانونية. وفي هذا المجال فإنه من أجل سحب العضوية إسرائيل، أو الانتخاب سيكون لسحب عضوية إسرائيل وليس لانضمامها. سحب عضوية إسرائيل يحتاج ثلثي الأعضاء، وهذا ما تريد وراءه. الآن بالنسبة لمن دور هذه المنظمة وكيف التأثير في هذه المنظمة ولماذا يذهب الإسرائيلي الدول الأفريقية لإسرائيل، أعرف جيدا عندما قامت الجزائر بمسح الديون للدول الأفريقية في السابق كان غرض سياسي مهم، قرار سياسي واضح، لأنه يريد أن يعطي الفرصة لهذه الدول الأفريقية للإنعاش الاقتصادي. فلذلك عندما نتحدث عن التقارب الإسرائيلي الأفريقي، عوامل اقتصادية مهمة والإسرائيليين يفهموا ذلك جيدا. صحيح صحيح، وهذا ربما هو المدخل الذي عبره هذا الكيان في ربط علاقاته بكثير من الدول، وللأسف حتى من بينها دول عربية، نذكر منها السودان مثلا في القارة الإفريقية. مشاهدي الكرام، روحوا الفاصل، وبعد الفاصل سنطرح سؤال آخر يتعلق بالقارة الإفريقية. ما الذي يحصل بين مالي وفرنسا؟ باماكو تطرد السفير الفرنسي، هذه الطريقة أو هذه اللهجة أو هذه الجرعة من التعبير عن الاختلاف والخلاف بين الآراء بين البلدين، ما هو سببه وما هي مآلاته؟ نجيب هذا السؤال بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في الواجهة، جزءنا الثاني وموضوعنا الثاني هذه المرة يتعلق بالعلاقات بين مالي وفرنسا. ما الذي يحصل بين باماكو وباريس؟ السلطات المالية طلبت من السفير الفرنسي في البلاد مغادرة مالي فورا. طبعا اليوم وزير الخارجية المالي حاول أن يخفض من حدة هذا الخطاب، حيث قال أنه وزير خارجية مالي قال أنه لم تطلب ولم تقل للسفير الفرنسي في على أراضيها بأنه غير مرغوب فيه، لكن طلبت منه المغادرة، وقال أن دولة مالي لا تستثني شيئا إذا كانت السيادة والشعب المالي لم يحترم. طبعا هذه لهجة وخطاب شديد وغير معهود من مالي إزاء فرنسا. ما الذي طرأ على هذه العلاقات وما الذي أدى إلى هذه الصورة من الخطاب؟ طبعا أعيد الترحيب بضيوفي الكرام، دكتور العيد زغلامي هنا في الاستوديو مرة أخرى، الدكتور حمود صالحي من كاليفورنيا، والدكتور إسماعيل خلف الله من باريس، ولأن باريس عندها علاقة بهذا الموضوع ثاني. نبدأ من باريس دكتور خلف الله، وش سبب هذا الخطاب؟ ربما هو بالنظر إلى سياق الأحداث هو غير مستغرب كثير أو غير مفاجئ كثير، لكن إذا ما قريناه ربما في الشأن الاستراتيجي وعلى المدى البعيد هذا جد مستغرب أو جد غريب جدا أن نشوف خطاب من باماكو إزاء باريس بهذه اللهجة ويقول السفير غادر تراب لا نريدك هنا. لا يعني الموضوع الذي أعطاني الأسبقية، لأنك في الـ في الـ في الـ في الـ القسم الأول لم تكن عادلا يا أستاذ علي. معليش راح نعدله في الجزء الثاني، تفضل. شوف عندي ملاحظة قضية، ربما الدكتور صالح يقول باللي أن القرار قرار مقعد عضو مراقب للكيان الإسرائيلي تم، هو معلق، هو الآن معلق. القمة ستفصل من قبوله من عدمه،
هذا هو الاصح. الان ما عندوش هذه العضويه هذه. هذا القرار اصبح كان لم يكن، وسوف تكون له الفصل في القمه. صحيح. ثم ايضا هناك مستجد جديد، وهذا على الساحه القانونيه اليوم، منظمه امينيستي ترفع تقرير مهم جدا. صحيح. وهو انها تتهم مباشره الكيان الصهيوني باستعمال وانتهاكه، وانه يقترف جريمه تمييز الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ضد الفلسطينيين ربما مهم جدا، ضد الفلسطينيين حتى اللي عندهم الجنسيه الاسرائيليه، يعني حتى اللي في الاراضي المحتله. وهذا تقرير مهم، هذا تقرير مهم يجب استغلاله. وهذا يعني توجه للاخوه الفلسطينيين الاشقاء، يعني يستغلوا هذا التقارير. هذه ما يخلوهاش يعني كهكذا فقط. صحيح. هذه المفروض، يجب ان نضغط بها على الهيئات الدوليه، يجب ان نؤسس دعاوى. هذه القضيه الان قضيه، اليوم الاعلام راه داير حاله على هذا التقرير. لكن ليس فقط، اسمح لي فقط، لكن ليس الاعلام العربي. الاعلام العربي مطفي الضوء. شفنا اليوم التغطيات. قضية المستجد بين ما يحصل اليوم في العلاقة بين باماكو وباريس، حقيقة هي هو نستغرب لهذا القرار، لأنه كان قرارا يعني يوضح بأن العلاقة وصلت إلى طريق مسدود. ما هو السبب؟ السبب واضح في كون أن المشكلة بدأت عندما قرر ماكرون تخفيض ما يسمى بعملية برخان، وربما استبدالها بقوة أوروبية أخرى. الآن السلطات في باماكو ذهبت وصرح بها يعني رئيس الحكومة حينها المالي، عندما قال بأن يجب علينا أن نسد هذه الثغرة الأمنية بعقد آخر، وهما اللي مضوا عقد مع مجموعة فاغنر. عندما تم إبرام هذا العقد مع فاغنر بدأت الأزمة تتعقد، وبدأت المشاكل بين باماكو وباريس. زادت يعني حدة عندما صرح لودريان بأن النظام العسكري في باماكو هو نظام غير شرعي. هذا جاء القرار مباشرة بإمهال وزير أو السفير الفرنسي، وأعطاه له 72 ساعة بمغادرة مالي. هذه القضية نعتقد أنها تنبئ وتوضح على ان قلت ان العلاقه وصلت لا طريق غير يعني مسدود، طريق مسدود. ثم ايضا هي رساله واضحه من سلطات باماكو على انها تضغط، يعني انها تريد ان تقول. يعني الموضوع ربما برايك دكتور خلف الله هو اكبر من انه سحابه يعني تمر. هي شوف، هي عاصفه سوف تطيح بكل هذا النفوذ الفرنسي في المنطقه. لا، انا لا اعتقد هذا. هذه لا عدنا نتصوره. هذا انا اقول لك يعني هو في الحقيقه ورقه ضغط هي تبين باللي انكم رغم هذه العقوبات اللي جات من المجموعه الاقتصاديه لدول غرب افريقيا، اللي تمثلت يعني عقوبات خانقه للمالي، ورغم ذلك، رغم هذه العقوبات واللي راكم تساندوا فيها يا الاوروبيين ويا امريكا، ومع ذلك هانا قادرين وما نسلموش الصوت. يعني معناتها حبوا يوصلوا رساله بان هذا الضغط واساليب الضغط لا تمشي مع هذا الصوت. خلينا نروح. نعم، اعتقد انها رساله موجهه على ان الامور يجب ان تتم عن طريق حوار، عن طريق تفاهمات واضحه، وليس عن طريق اوامر مثل ما ربما قالوا هما. هو القرار لماذا جاء على اساس ان سلطات مالي المجلس العسكري كان من المفروض ان يلتزم. نعم، بالمده اللي هي اجراء الانتخابات. دكتور حمود صالحي، ربما مثل ما قال الدكتور اسماعيل خلف الله، هو غضب من مالي جراء التطورات الحاصلة، وأنه هذا ما نروحوش بعيد أو ما نقراوش كأنه تغير استراتيجي في المنطقة، وأنه النفوذ الفرنسي في المنطقة هو على المحك وما إلى ذلك. لكن لما ننظر في الاتجاه العام، أنه فرنسا قواتها في تناقص وفي انسحاب، وحضور روسي كبير جدا في المنطقة، هل المنطقة مقبلة على صفحة جديدة؟
أم أنه هذا سابق لأوان؟ لا، يعتبر في رأيي ما رأيناه في 18 شهور الماضية. هناك 5 انقلابات في إفريقيا بدأت 18 شهر من اليوم في تشاد. الدرس الأول، الموقف الاتحاد الأفريقي والفرنسي كان مسانداً لما سمي بانقلاب في تشاد. الآن هذا فتح سلسلة من الانقلابات في بوركينا فاسو، في مالي الانقلاب الثاني، وغينيا، وما زال الحديث يطول في السودان. الدرس الأول من هناك أن الاتحاد الأفريقي وفرنسا فشل في معالجة ومتابعة القانون الذي يساند سيادة الدول وعدم قبول الانقلابات العسكرية. الفرنسا والاتحاد الأفريقي غلطوا أو احترقوا القوانين الأفريقية. الجانب الثاني، الدرس الثاني الذي رأيناه هو في فشل الموقف الأمريكي المساند مثلا في القرار الأخير لإكواس للعقوبات ضد مالي، وهذا إثبات واضح بأن العقوبات فرضت والغير مقبولة من الشعب الليبي. هذا إشارة ثانية أن هناك رد فعلي ضد فرنسا والولايات المتحدة. الشعب المالي طبعا. المرتبط بكل هذا أن سواء فرنسا أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأفريقي فشلوا في حل الأزمة المالية والأزمات الأفريقية، والآن بدأنا في ظل تزايد التدخل الأمريكي في الشؤون الأفريقية والاعتماد وبناء القواعد العسكرية. لا ننسى، أنا ذكرت عدة مرات أن هناك أكثر من 30 قاعدة عسكرية في أفريقيا في اليوم، والعديد منها في شمال أفريقيا. الاهتمام بالعامل الأمني والنظر إليه كالحل الوحيد لحل المشاكل الأفريقية هو الذي أوصل اليوم للأزمة التي نوجد فيها. فرنسا ما زالت لم تنسى أو تنظر للدول الأفريقية بأنها دول يجب أن تعاملها بالند. ثانيا، أن لها مسؤولية تاريخية في مساعدة هذه الدول وإعطائها المساعدة الاقتصادية، وليس فقط من الجانب العسكري فقط. نعم. فنظرة الاستعمارية هي أيضا العامل الثالث الذي دفع هذه مالي للنظر إلى روسيا وإلى بدائل حل أخرى. نعم، ربما دكتور زغلامي الحديث حول هذا الموضوع، هذه اللهجة وهذه النبرة وهذه الخطوات التي اتخذتها باماكو ضد باريس، في رأيك من أين تأتي بهذه الجرأة إن صح التعبير؟ نعرف أنه هذه المنطقة منطقة نفوذ فرنسي منذ عقود طويلة، وهل في رأيك أنه دخول الروس على الخط قد أفضى إلى ما أفضى إليه من هذه الخطوات؟ لا، خلينا نوضح فقط نقطة ربما فيها نوع من يعني تفريط في الاستعمال في التحليل. مفاده أن الحضور الفرنسي في القارة الإفريقية وفي منطقة الساحل بالضبط 5500 جندي فرنسي، اللي كان بعد سيرفال تحول إلى برخان، ثم الآن نتكلم على تاكوبا. وفي تاكوبا كان فيها القوات السويدية والقوات الدنماركية بصدد الانسحاب من تواجدها في هذه المنطقة بعد طلب طبيعة الحال من السلطات المالية. الذي وقع أن الآن مجموعة فاغنر هي ببساطة قوامها 200 أو 300 فرد، ثم ليست مهمتها الدفاع بقدر ما هي التكوين والتدريب لا أكثر ولا أقل. الشيء الذي أزعج الأفارقة أو بوضوح منظمة إكواس هي التواجد الفرنسي التواجد الروسي، بالنسبة لهم أمر جديد. لهذا قد يتساءل سائل، لماذا إكواس لم تتعامل بنفس اللهجة مع ما وقع في تشاد، مع ما وقع في غينيا، وما وقع في بوركينا فاسو؟ إذن هذه النقطة الأساسية. يطرح جاليا
أن فرنسا وكأنها هي المدبر وهي المستشار وهي التي تأمر هذه الدول إيكواس، مع احترامي لبعض المواقفين. طبعا الجزائر كان قد أكدت أنه قرارات يعني الإيكواس لا يسهل على إيجاد الحل. إيه؟ وهنا يعني وهنا يتضح جلياً موقف الجزائر وهي معنية بالدرجة الأولى ما يحدث في مالي، لسبب واحد أن هناك حوالي 2000 كيلومتر من الحدود، ثم أي انفلات أمني أو من هذا القبيل سيؤثر سلباً على الجزائر أمنياً واللاجئين إلى غير ذلك. لهذا حتى الجزائر معنية بالدرجة الأولى. لهذا باش نكون تكون أمور واضحة، نظن القوة التي بحوزة يعني الطاقم الموجود الآن على مستوى مالي، هو مفاده أن لديهم أحقيتهم الشرعية الشعبية، المواطنين البسطاء، المواطنين هم الذين يطالبون بتواجد عسكريين خلاف لما كان معمول. لماذا ماذا جلبوا من وجود فرنسا لمدة حوالي 10 سنوات في مالي ولم يحرروا مالي من الضربات الإرهابية وغيرها؟ شاهدنا ربما حتى شعبيا بعض الصور وبعض المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى نقلتها وسائل الإعلام، أنه في حتى شعبيا أنه معاملة ليست مرحبة بهذه القوات، القوات الفرنسية. بطبيعة الحال هذا هو بيت القصيد، وكان في السابق أن المواطنين البسطاء يقولون بأن فرنسا كانت تواطأت مع الإرهابيين وسمحت لهم بالقيام بتنفيذ بعض العمليات الإرهابية. هذا ما وقع على أرض الميدان، وتركت منطقة شمال مالي للإرهابيين يعبثون بها، بالمقابل ركزت على الجنوب، وهذا يدل على أن هناك انحياز لجهة منطقة على الأخرى. من المبالغ دكتور زغلامي أن نقول انتهى النفوذ الفرنسي في المنطقة، بدأت فترة يبدأ فيها النفوذ الروسي بالصعود، أن هذا تحليل ساذج؟ أنا لا أريد أن أقول انتهى النفوذ، بل أحاول أن أقول أن هناك فكرة جديدة لدى الأفارقة مفادها أن الاستعمار الجديد والذي يتمثل بهذا الحضور، ولا لا ننسى بان منطقه الإكواس هي منطقه سي اف ا وهي يعني العمله الفرنسيه القديمه، اذا دليل على ان الاستعمار الفرنسي ما زال موجود بصيغ اخرى وب يعني اساليب اخرى. هذا الذي اريد ان اوضحه هو ان هناك نوع من الفطنه نتوجه نحو الان اعاده، لان مثلا لما تكلمنا على الاتحاد الافريقي، أو المنظمة الإفريقية التي وجدت في الستينيات من القرن الماضي، كانت لاستعادة لإفريقيا رمز مجدها وثم تم تعويضها بالاتحاد الإفريقي. نقطة برك، الآن الاتحاد الإفريقي هو تكملت جاء ليكمل الاستقلال الاقتصادي والسياسي للمنطقة، وهذا لم يحدث. لهذا هناك تيارات في كثير من المدن تنادي بإعادة النظر في هذه العلاقات مع الدول المستعمرة. دكتور إسماعيل خلف الله، في باريس، وباريس وفرنسا مقبلة على انتخابات، نحن في العام الانتخابي للانتخابات الرئاسية، كيف تقرأ هذه الخطوة المالية هناك في الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا؟ هل حان الوقت لكي تقول فرنسا أو تبدأ بتوديع نفوذها في القارة الإفريقية؟ وكيف تتفاعل مع الخطابات والشعارات الانتخابية هناك؟ من الواضح جدا أن هذه الورقة سوف تستغل، وسوف يعني تستغل ضد ماكرون، ضد محيط ماكرون. الآن ربما منافسي ماكرون يستغلون هذه الورقة على أنها تؤشر على أن الخطة الفرنسية فشلت في منطقة الساحل، وربما هذه المنطقة اللي كانت منطقة فرنسية بامتياز اليوم أصبح دخل فيها منافسون، وأي منافسون؟ روسيا، نتكلم على روسيا. الآن ربما نقول باللي أن الأزمة راهي امتداد للأزمة، أزمة أوكرانيا. إذا كانت اليوم الاتحاد الأوروبي برئاسة فرنسا في هذه الأيام يعاني من هذه من أزمة الأوكرانية وهذه العلاقة المتوترة بين بروكسل وموسكو، هذا يضاف، هذا عبء آخر يضاف للعلاقة الأوروبية بين مختلف الشركاء، خاصة الشركاء الأمنيين. فالقضية وما فيها أن هذه الورقة ستقلق بطبيعة الحال ماكرون ومحيط ماكرون، لأنها تأتي في وقت
غير صالح ماكرون، لأن الوقت هذا كان ربما يعني لماذا أنا أعتقد أن المجلس العسكري لماذا كان عنده هذا الرد العنيف؟ لأنه مباشرة اتهم بأنه سلطة غير شرعية. فربما لو كانت فرنسا تمرر هذا ما كانت المجلس العسكري، لأن فرنسا أيضا استندت لقرار الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الإفريقي أيضا لم يعترف بشرعية المجلس العسكري هذا. الآن ربما الحقيقة التي نقولها بأن هناك دخول روسي على الخط، هذا واضح. فاغنر حتى وإن تنصلت وإن موسكو دائما تصرح على أن هذا المجموعة لا علاقة لها بالكريمل، ولكن هي في الحقيقة هي تخدم ورقة وتفتح الباب أمام دخول روسيا في المنطقة. إذن فربما يعني الآن السلطات باماكو يوجهون رسالة لأوروبا وخاصة ولفرنسا بالأخص، وهم يستندوا على هذا الرفض الشعبي. الشارع المالي الآن يرفض التواجد الفرنسي بكل وضوح، هما واستند إليه هذا المجلس العسكري، استند لهذا. نعم. الآن يريد أن يوجه رسالة على أن التعامل يجب أن تنسى تلك الطريقة السابقة التي كانت تتعامل بها فرنسا باستعلاء، وبأنها تمرر أجندات وهما واتهامات وجهت من طرف المجلس العسكري على أن فرنسا سلمت شمال مالي لمجموعات جهادية. هم هكذا يتهمونها، فاتهامات في الحقيقة متبادلة، اتهامات متبادلة. اليوم نحن على أبواب ربما هناك مناخ جديد يجب أن يستغل، وربما هذا ما تدخل به الجزائر، ورقة الجزائر والمقاربة الجزائرية ربما من هنا سوف تكون لها القوة في أن تكون هي المقبولة لدى كل الشركاء. في النهاية هي المقاربة الأكثر توازنا. شكرا لك دكتور إسماعيل خلف الله. من دكتور خلف الله نروح للدكتور حمود صالحي. ربما دكتور أعطيك فرصة للتعليق حول أهم ما جاء على لسان الدكتور زغلامي والدكتور خلف الله، وسؤال آخر: كيف ينظر في الرؤية العامة غربيا إلى هذه التطورات في مالي؟ مدام كلام الدكتور خلف الله جاء قبل الأذان فأنا أشاطره في كل ما أرى ما قاله. نعم، نزر هنا إلى أنه في توقيت وقت تسجيل الحصة كان فيه أذان صلاة المغرب بتوقيت الجزائر. طبعا تفضل دكتور. إن شاء الله. فيما يخص أعتقد النظرة الدولية وخاصة من جانب الولايات المتحدة وإلى حد قريب الدول الأفريقية، أعتقد أن هذه النظرة تأدي في إطار الصراع الذي يدور الحال الآن في أوكرانيا، وأيضا فيما يخص الولايات المتحدة الاستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة التي تعتبر روسيا عدوها اللذوذ أو العدو الأول في النظام الدولي. فبالتالي المسألة الأفريقية مهمة جدا. ما نراه الآن هو تصريح مثلا الولايات المتحدة وقبول إيكواس العقوبات، وتعتقد أن هذا هو الحل الأفضل. والمقابل مع هذا نلاحظ في عهد بايدن أن وزارة الخارجية أصبحت تلعب دور أولي أكثر ما رأيناه في عهد ترامب، عندما كانت وزارة الدفاع هي التي تقوم بهذه التصريحات. لحد الآن حسب معلوماتي وحسب ما رأيته ليس هناك تصريح من الأفريكوم أو القائد القوات الأمريكية لأفريكوم، وهذا التصريح سيكون مهم بحسب هو سيعقد ندوة صحفية افتراضية يوم الخميس المقبل. سيصرح يوم الخميس المقبل. سيعقد ندوة صحفية. نعم خلاص. وحتى في هذا المجال نلاحظ في التصريحات التي رأيناها في المسألة الأوكرانية، عادة ما يتابع هذه التصريحات ما قامت به وزارة الخارجية. بمعنى هذا
إنما رأيناه في عهد بايدن أن الولايات المتحدة أصبحت تقول للمنظمات الجهوية، الجامعة العربية من بينها، النزاعات في دول الخليج، أن أمريكا لا ستسحب يدها من هذه النزاعات وتنتظر من الدول الأقليمية أن تلعب دورها. هذا ما رأيناه مثلا في التقارب التركي الإماراتي في دول الخليج فيما يخص الأزمة اليمنية، العلاقات التي تبنى مع الصين حتى في منطقتنا. هذا هو المنظار العام. في أقل من دقيقة بروفيسور صالحي، كيف ترى مآلات هذه التطورات وهذا التصعيد بين باماكو وباريس؟ العلاقات الفرنسية الأمريكية متذبذبة، بمعنى أنها تسخن وتبرد مثل الحديد بسرعة وبقوة. فالآن الذي واضح جدا أننا وصلنا بالفعل إلى وجوب اتخاذ قرار وحل المشكلة سياسيا. الاستمرار في هذا المنهج سيؤدي إلى مشاكل أمنية كبيرة، لذلك ربما بعد تدخل بعض الدول التي لها دور فعال في هذه المنطقة يكون من أحد الوسائل التي يمكن الوصول إلى حد، وعلى الأقل إبقاء الوضع كما هو. دكتور زغلامي، في أقل من دقيقة، مآلات هذا التصعيد؟ شوف أخي العلي، أنا أسف أن أقول بأن ضعف القيادة الحالية للاتحاد الإفريقي أو في بعض الأحيان انحيازها للطرف على الآخر قد يزيد من متاعب كثيرة على إفريقيا بما فيها من المالي، ونعرف جيدا أن رئيس المفوض متواجد في باماكو حسنة في قضية كيفية يعني كمفاوض بين باماكو وإكواس. نظن حان الأوان على المفوضية أو على الرئاسة الاتحاد الإفريقي جيدا أن بحوزتها مؤهلات وطبيعة الحال وقدرات قد تلعبها لتفادي كل هذه الانزلاقات وكل هذه الانشقاقات. وإلا فأنا أتأسف أن أقول أن هذه المنطقة أو بالعكس القارة الإفريقية قابلة على مزيد من أنواع جديدة من الاستعمارات. لهذا نظن حان الأوان على موسى فاكي ماهات يوم انعقاد القمة إعادة من جديد بعث بالقيم التحررية والقيم الديمقراطية والتنموية التي وجدت من أجل هذا الاتحاد، وإلا سنتوجه حتما نحو الحائط وسنجد أنفسنا أمام تكتلات، أمام انقسامات، ويصعب بعد ذلك من إعادة إحياء قيم التي أنشئت من أجلها المنظمة الاتحاد الإفريقي في الستينيات من القرن الماضي. دكتور خلف الله، ما هي المآلات؟ إلى أين هي ماضي الأمور؟ أتحدث هنا عن الخلاف المالي الفرنسي. أنا في اعتقادي أن اليوم أن المقاربة الجزائرية تجد أن تدخل من الباب الواسع، وأنها ربما تكون هي البديل لكل الأطروحات، لأن الطرف الأوروبي وعلى رأس فرنسا كانت تتخذ من الحل الأمني هو الحل رقم واحد، والجزائر كانت تنظر دائما على أن الحل الأمني ليس هو الحل الوحيد، ولكن يجب أن يتابع أن تكون حلول بداية بالمصالحة. يجب أن تكون أن تبنى أرضية من أطراف جميع الأطراف، ثم يذهب إلى تأسيس المؤسسات الشرعية ومن بينها كلها. لكن المقاربة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا كانت تنظر إلى أنها تنشر قوة عسكرية، ربما هذه القوة العسكرية من 2013 بناء على الاتفاق اللي تم بين سلطات باماكو وباريس. الآن النتائج ما أنا أشوف فيها الأمور ماشية للتصعيد. الآن وصل الحد إلى أن هذا حتى المجلس العسكري خرج عن طوع، لا ينظر لا الاتحاد الإفريقي ولا هذا القوة الأوروبية، حتى القوة اللي جات هذا الأفراد الجنود الدنمارك أرفضهم، هذو 100 فرد هذو أرفضهم وقال لهم غير مرحب بكم. يعني أنه اليوم وصلنا في قضية أن القضية وهذه من وهذه هذه القضية تخدم من؟ تخدم روسيا، وروسيا هي الآن هي تناور وأنها وجدت ورقة، والأخ الحقيقة أن الأوروبيون أخطأوا في معالجة ملف الساحل.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور إسماعيل خلف الله أستاذ القانون الدولي، كنت معنا عبر سكايب من باريس، والشكر موصول أيضا للدكتور حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، كنت معنا عبر سكايب من كاليفورنيا. الشكر موصول أيضا للدكتور العيد زغلامي أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر، شكرا لك على كرم المشاركة. كما أشكركم مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحصة من في الواجهة، ألقاكم بخير، سلام الله عليكم.